بداية كنا يعني مع القرار ديال اتخذوا السيد الوالي مع السدان ديال السوق في الاربعاء ديال العشيه، ولكن مؤخرا مع انخفاض الحالات الحمد لله في طنجه صراحه خصو يتخذ شي قرار في هذا السوق هذا، في حق هذا السوق هذا، بغض النظر على بزاف المشاكل اللي كيعاني منها السوق. حنا ما تكلموش عليها دابا، ولكن دابا حاليا خصنا على الاقل تمديد السوق، يعني تمديد ديال العمل الى حدود الساعه الثامنه، فهمت؟ ساعه العمل الى حدود الساعه الثامنه. حنا في الاسواق يعني في المدن اخرى تاخذ هذا القرار هذا يعني موازي مع عدد الحالات. في الحقيقه الاخوان التجار كيعانيوا من واحد المساله اللي هي مساله انهيار، الحقيقه مساله انهيار. التجار السلعه تسلطت لهم من شهر واحد، شهر جوج، شهر ثلاثه، شهر اربعه، السلعه تسلطت. يعني التاجر دابا راس المال ديالو ما بقاش، يعني السلعه تسلطت في الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، التاجر ما بقى كيجبر باش يوكل ولادو. حنا كنطالبوا في هذه الحاله هذه، كنطالبوا تمديد الساعه لغايه الساعه الثامنه فحال الاسواق كاملين. يعني هذه الساعه 8 نقدروا شويه، الناس كيخرجوا من الخدمه مع الربعه، يعني الربعه كيخرجوا الناس، يعني 8 تكون مزيانه شويه. الساعه اللي كيجيو يخرجوا الناس، الساعه اللي كيخرجوا الناس كيجيو من السوق كيجبروا السوق مجدود، السوق كيتشد في الربعه، الربعه ونص كيكون السوق مجدود. الناس ما كتجبرش، الناس ما كتبرش اللي عنده كراهه، اللي كل واحد وكيفاش الله يكون في العون ديالو. دابا الناس في انهيار، ما كتجبر لا باش تصرف ولا باش توكل ولاده ولا باش تخلص كرا ولا باش تخلص العساس ولا باش تخلص اي حاجه. في هذه الحاله هذه حنا كنطلبوا من المسؤولين من الجهات المعنيه باش تمديد الوقت لغايه الساعه الثامنه. حنا كنحلوا في 12 وكيجي يشدونا في الاربعه. حنا ماشي كنبيعوا الخضره ولا الحوت، حنا كنبيعوا الملابس. الملابس يعني كتباع حتى العشيه، ما كتباعش في الصباح. وكيف يعقل هذا؟ حنا كنفتحوا في 12 وما يجيش يشدونا في الاربعاء، ما يمكنش. لا، المطالب ديالنا حنا ما عندناش سوق القرب، حنا عندنا مركب تجاري. مركب تجاري خصو حتى 8 عاد يتشد بحالنا بحال الناس الاخرين، وشكرا. حنا نتواجد في السوق المركزي ديال بير الشفاء اللي تخسرت عليه الملايين ديال الدراهم. هو ما كيدخل والو، ما كيدخل دراهم معدوده. الاغلب ديال التجار كيعانيو في واحد المأساة اللي هي مأساة لا يرثى لها. ان السوق كيتشد من الربعه، اللهم هذا منكر، لانه واش كاين شي واحد اللي غادي يجي يحل مع 12 ويشد مع الربعه؟ هذا راه ماشي معقول. المعقول ان السلطات خصها السلطات خصها تفكر في هاد الناس هادو اللي مساكن. ما وحنايا ماشي غير وكيل العصا، راه وكيل العصا بزاف. يعني خص السلطات تفكر فينا، راه السلطات خصها تراعي لهاد الناس هادو. اللهم هذا منكر، لان الربعه راه شنقول لك راه والو، راه ما كاينش. هذا راه قرار ماشي غير مشحف في حق هذا السوق هذا، وانما باش السوق هذا يعني غيموت مره، هو ميت وغيموت. اللهم هذا منكر. وكنوجهوا النداء ديالنا للسلطات المعنيه باش تشوف من حالنا، لان كنعانيو في الصمت. حتى واحد ما لقينا مع من نهضروا. مشينا عند القايد ما كاينش، ما خدينا والو، لا رد لا جواب. مشينا لاي موضع ما كنلقاو حتى شي جواب.